الظهر. وفي عناوينها: هيئة الانتخابات تصف قرار المحكمة الإدارية قبول الطعن المقدم من المترشح عبد اللطيف المكي بالمسألة العادية، وجلسة عامة قضائية غدا للنظر في 4 طعون. تونس تفوز ولأول مرة بجائزة فايزر المرموقة لسنة 24 و2000 من الأكاديمية الملكية البريطانية. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إعلان حالة طوارئ مائية إزاء تراجع مخزون السدود إلى 23.2%. وميزانية الدولة تسجل فائضا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الحالية بفضل تطور العائدات الجبائية. وفي النشرة متابعة للموضوع. وفي العالم: جيش الاحتلال الصهيوني يطلق عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، والمجلس الأوروبي يصف الوضع في قطاع غزة بالكارثية ويدعو إلى إقرار وقف لإطلاق النار فيها. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة. يتميز الطقس اليوم بانخفاض في درجات الحرارة مع تواصل نزول كميات هامة من الأمطار تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط مع تساقط البرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وقد حذرت مصالح الحماية المدنية متساكني المناطق الغربية بشمال البلاد ووسطها بالابتعاد عن ضفاف الأودية ومناطق تشكل السيولة وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية. الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معزة ريعة: دعوة إلى المواطنين إلى اتخاذ بعض الإجراءات وكذا الأخذ الحيطة واتخاذ الاحتياطات نتاعهم باش يتجنبوا الأخطار هذه. نتوجهوا مثلا إلى سكان المناطق اللي قريبة من سبل الأودية بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول، باعتبار أن الأمطار هذه قد تشكل سيول وتتفق مياه قوية. تجنب بالمجازفة بعبور الأودية. تفقد كذلك قنوات تصريف المياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها، وخاصة حول المنازل لمنع تجمع المياه. كذلك تجنب الطيارات تحت الأشجار والبنايات المتداعية. الدعوة كذلك إلى تجنب السباحة بالشواطئ وخاصة هذه النظمة. في تتويج علمي مرموق فازت تونس اليوم وللمرة الأولى في شخص الباحث وأستاذ التعليم العالي بجامعة صفاقس علي البقلوطي بجائزة فايزر لسنة 24 و2000 التي تمنحها الأكاديمية الملكية البريطانية سنويا للباحثين الذين يقدمون مساهمات مبتكرة في مجالات أبحاثهم يكون لها إشعاع في محيطهم الاجتماعي. عن أهمية هذه الجائزة وشروط منحها يتحدث البروفيسور والباحث المتوج علي البقلوطي. جائزة هذه تكرم الباحثين في الميدان العلمي في البيولوجيا والفيزياء وفيزياء الرياضيات الذين يقدمون مساهمة مبتكرة وهامة في مجالات أبحاثهم ومدى أشعاعهم في المستوى وفي محيطهم الاجتماعي. شو معناها؟ معناها احنا نعملوا ورقات علمية ننشروها في مجلات دولية، وبعد نشوفوا الإشعاع نتاع الورقات وإشعاع الباحث على المستوى الوطني والدولي. كل هذا في الملف هذا تدرس الأكاديمية الملكية البريطانية. الملف عنده تقريب في إطار الدرس تقريب 2 سنين، والباحث ليس له الحق للترشح الفردي، يذم منظمة دولية هي اللي ترشح الباحث. ونشكر زملائي المعهد المتوسط لعلوم الرياضيات زميلي الرئيس الشرفي أستاذ سيدق قلال اللي هو رشح الملف هذا، والحمد لله وصلنا باش ناخذ هالتتويج الكبير هذا، لأنها بكل تواضع هي جائزة صعبة المنال. الجائزة هذه تعتبر اعتراف دولي جديد بقيمة البحث العلمي في مجال الرياضيات في تونس وتميز لكفاءتنا الوطنية عالمية. هذه الأكاديمية احتضنت علماء وعباقرة كبار عبر التاريخ مثل نيوتن كما دالمبير كما جيسيو كما لافوازيي. شرف كبير لتونس أنها معنا نكون متوجين من هذه الأكاديمية. وتجدر الإشارة إلى أن البروفيسور علي البقلوطي رئيس مخبر بحث الرياضيات التطبيقية والتحليل التوافقي بجامعة صفاقس كان قد توج سنة 2022 و2000 بلقب أفضل باحث في مجال الرياضيات في القارة الإفريقية للفترة ما بين 2022 و2026، كما تم توسيمه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في يوم العلم بالوزارة الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والتعليم لسنة 24 و2000.
في موضوع آخر، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل النصري في تصريح للأخبار في تعليقه على قرار المحكمة الإدارية أمس القاضي بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي، قال إنها ليست المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة قرارات الهيئة، واصفا ذلك بالمسألة العادية. مسألة معناها عادية، مسألة بتاع اجتهادات، مش حدث، هذه مش أول مرة معناها المحكمة الإدارية تلغي قرارات الهيئة، معناها تقريب المسارات الانتخابية، كل هذا هو النزاع، هو مسألة بتاع اجتهادات، مسألة بتاع قراءات قانونية لبعض المسائل المتعلقة بالقانون الانتخابي وبقارة الترتيبية. وكما شفتوا في الطور الابتدائي لدى الدوائر الاستئنافية كانت كلها مطابقة لقرارات الهيئة، وفي الاستئناف لدى الجلسة العامة بطبيعة الحال هناك آراء أخرى. ديما نأكد أنه راهو القضاء الإداري، القضاء العدلي، القضاء المالي هو أكبر ضمانة لقبول النتائج لكل المسارات الانتخابية منذ سنة 2011. ننتظر صدور آخر حكم عن الجلسة العامة بالمقرر يوم غد 29 ليوقع الإعلام بهذه الأحكام. والقانون الانتخابي واضح وأنه يفرض على مجلس الهيئة استنتاج وتطبيق الآثار القانونية المترتبة على منطوق هذه الأحكام، ومجلس الهيئة مؤكد وأنه باش يجتمع للإعلان على القائمة النهائية. وفي إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر القادم، افتتحت اليوم في المنستير الدورة التكوينية الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024. الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليل النصري يضيف: دورة تكوينية مع أعضاء هيئتنا الفرعية اللي فيها في نفس الوقت أداء اليمين كما يفترض القانون، ومع المديرين الجهويين كذلك بإشراف مجلس الهيئة. نعرف كله أنه هذه مرحلة متاع إعداد للحملة الانتخابية، باعتبار أنه إحنا في آخر مرحلة من مرحلة الترشحات. الحملة الانتخابية تعرف كل تنطلق 14 سبتمبر، هذا يفترض التحضير لها التحضير الجيد. في الجانب التشريعي يلزم قرارات ترتيبية كذلك تلزم تكون حاضرة فيما يتعلق برقابة الأنشطة، رقابة التمويل، التغطية الإعلامية. هيئتنا الفرعية يلزمهم يكونوا مطلعين على هذه القرارات. كذلك دورة تكوينية باش تكون بإشراف الإدارة المركزية من خلال بيان كل القواعد المتعلقة بالجانب اللوجستي. نعتبرها مرحلة مهمة ومهمة جدا. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إعلان حالة طوارئ مائية، خاصة أن مخزون السدود تراجع إلى ما يناهز 23% حاليا بنقص يقدر ب 190 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل الفترة نفسها خلال 3 سنوات الأخيرة. وفي تصريح للأخبار أكد خبير المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي أن الوضع المائي في تونس يتطلب الحذر الشديد وترشيد الاستهلاك والحزم مع كل هدر للمياه. من أقل النسب تقريبا 30 سنة الأخيرة، بالكمية هي 537 تقريبا مليون متر مكعب، معناها نقص بحوالي 190 مليون بالمقارنة بنفس الفترة معدل السنوات الأخيرة، مع ارتفاع الطلب خاصة ارتفاع درجات الحرارة مازال متواصل. وبالتالي اليوم وضع المائي على الأقل المعد للشرب كمرحلة أولى، باعتبار أنه سدود الشمال تمول حوالي 14 جهة، الوضع حساس يتطلب الحذر الكبير. الناس كل تنتظر في كمية أمطار تكون محترمة خاصة في مناطق الشمال الغربي، لأن حتى الأمطار منذ أكثر من أسبوعين قاعدة تصب في مناطق ما فيها السدود. وبالتالي اليوم كنقولوا حالة الطوارئ المائية، حتى كل واحد من موقعه يتحمل مسؤوليته، عدم استعمال الماء إلا في الضرورات القصوى اللي عندها علاقة مباشرة بالحاجيات الأساسية، ترشيد استعماله، قطع مع كل الغراسات على الأقل المستهلكة للماء والمعدل للتصدير، والحزم والحزم في كل هدر، ونحاولوا ندعم الناس باش الضرر خاصة الفلاح الصغار بالنسبة للزراعات الفصلية، وهذه عندها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وكذلك تمكننا من تجاوز الحلول الظرفية في نظام القطع الدوري إلى حلول على المدى المتوسط والبعيد. القطع الدوري بعد عام ونص نجربه فيه ما نجحناش في تجاوز الإشكال المائي. سجلت ميزانية الدولة فائضا بقيمة 488.7 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الحالية، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية تقدر ب 26.3 مليون دينار بحسب وثيقة تعلقت بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها مؤخرا وزارة المالية. ويعود هذا التحسن في أداء الميزانية أساسا
حسن إلى الزيادة في موارد ميزانية بنسبة 13% تابعا لتطور العائدات الجبائية. ساهم تطور العائدات الجبائية في إنعاش ميزانية الدولة، حيث سجلت الميزانية فائضا بزيادة ملحوظة. ويوضح المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن العفو الجبائي ساهم في ارتفاع العائدات الجبائية. المداخيل الجبائية كانت مبرمجة بالنسبة لسنة 2024 في حدود 44 مليار دينار، في حين مداخل هذه كان في حدود سنة 23 المبلغ المحايد 39,488 مليون دينار، وبالتالي بزيادة سنة 2024 حسب التقديرات الأولية 4.5 مليار دينار، 4.5 مبلغ كبير. ولكن رغم ذلك تطورت العائدات الجبائية، وهذا يعود إلى سببين رئيسيين. لو العفو الجبائي سنة 22 حوالي 1.2 مليار دينار، وسنة 2024 العفو الجبائي مبدئيا وصلنا حدود باهية حوالي 1.7 مليار دينار. كما بيّن المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن أداء مصالح المراقبة الجبائية ساهم في دعم العائدات الجبائية وانعكاسها على ميزانية الدولة، خاصة أن المداخيل الجبائية تمثل نسبة 57% من الموارد الجبائية المضمنة في الميزانية. المجهودات الكبيرة التي قامت بها مصالح المراقبة الجبائية، عمليات مسح شملت أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة بما في ذلك المهن غير التجارية، أسفرت عن نتائج إيجابية مما دعم مبلغ العائدات الجبائية خلال النصف الأول. إن شاء الله نجم نحقق مبلغ أرفع، باعتبار أن المداخل الجبائية تمثل حوالي 57% مما يبرز أهمية المداخل الجبائية بالنسبة للموارد الجبائية المضمنة بميزانية الدولة. يذكر أنه بالتوازي مع الزيادة في موارد الميزانية شهدت أعباء الميزانية تطورا بنسق أقل، ولم تتجاوز نفقات الاستثمار نسبة 8% من مجمل نفقات الدولة، فيما ارتفعت موارد الخزينة إلى 7.5 مليار دينار خصصت أساسا لسداد أصل الدين. التدابير الجديدة للشيكات بدون رصيد محور يوم تفسيري نظمته صباح اليوم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بمشاركة مجموعة من الخبراء. نائب رئيس الكونفدرالية حسن الوجود بن مصطفى توضح في تصريح لكوثر العرقوبي. يوم تفسيري بعد نزول قانون الشيكات هذايا 410 وال411، قعد برشا غموض بالنسبه للشركات اللي توا مازلت ماهيش فاهمه حقيقه النصوص والتنقيحات اللي صارت فيها. مازلنا ما نعرفوش اذا فما نصوص تطبيقيه باش تنزل وباش تفسر قانون هذايا اللي وصل، والا شنو اللي باش نعملوا، القانون هذايا دخل حيز التنفيذ ولا مازال ما دخلش. حقيقه فما غموض في التطبيق. واعتبر أستاذ القانون البنكي محمد خيلي أن هذه الإجراءات القانونية لها انعكاسات إيجابية على الأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأنها ستتمتع بخطوط تمويل بينما تعد مجحفة من ناحية العقوبات الجزائية على البنوك. انعكاسات إيجابية خاصة على الأفراد اللي نجموا بمقتضى القانون هذا يجدلوا حتى القروض اللي بنسبة ثابتة واللي تفوت 7% يجدلوا نسبة الفائدة نتاعهم، وعلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي باش تتمتع بخطوط تمويل. بالنسبة للبنك باش تولي ما عادش فما التشكي الآلي اللي يمشي له في الجمهورية، ولا ما تثار التبعات الجزائية إلا بطلب من مستفيد من البنك، ما عادش طريقة آلية. سلبية فما شكون يقول لك اللي فما برشا إشحاف على البنوك من ناحية العقوبات المتسلطة عليها بنشيرة الدخول حيز التطبيق أنه بعد 6 أشهر مش توا، وبرشا يطالبوا باش أنه توا يتم عفو عام على المساجين ومن بعد يقوموا بصيغة خلاص. تفتتح اليوم بباريس دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وينتظر أن يحضر فعاليات حفل الافتتاح حوالي 4400 رياضي ورياضية من 168 بلدا منها تونس، بمشاركة 30 رياضيا ورياضية في اختصاصات بارالمبية. وسيمثل حفل الافتتاح الرسمي بداية 11 يوما من المنافسات، ستنطلق عمليا غدا وستتواصل إلى يوم 8 سبتمبر المقبل في 22 رياضة بارالمبية تشارك فيها تونس في 4 مسابقات. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.
في تطورات الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها مناطق عدة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 مصابا. وفي تصعيد عسكري لافت، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية المحتلة، قال إنها ستستمر لعدة أيام وتهدف لاعتقال المطلوبين لديها وتدمير البنية التحتية شمال الضفة وفي مخيمي جنين ونور شمس للاجئين. عملية أسفرت إلى حد الآن عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجروح. وقد حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات حصار الاحتلال لعدد من مستشفيات الضفة الغربية، وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل العاجل لحماية المؤسسات الطبية. على الصعيد السياسي، دعا المجلس الأوروبي إلى إقرار وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين وإدخال المواد الأساسية الغذائية والصحية إلى القطاع، مؤكدا أن قادة الاتحاد متفقون على جملة هذه النقاط. وأقر المجلس الأوروبي أن الوضع في غزة كارثي وأنه يجري محاولات لتفادي المزيد من التصعيد في المنطقة، ويسعى لتنسيق الجهود مع دول المنطقة لتحقيق ذلك، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي الإنساني في كل مكان. ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل غدا جلسة سيخصص جزء منها لمناقشة الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين كيان الاحتلال وحركة حماس. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هيئة الانتخابات تصف قرار المحكمة الإدارية قبول الطعن المقدم من المترشح عبد اللطيف المكي بالمسألة العادية، وجلسة عامة قضائية غدا للنظر في 4 طعون. تونس تفوز ولأول مرة بجائزة فايزر المرموقة لسنة 24 و2000 من الأكاديمية الملكية البريطانية. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إعلان حالة طوارئ مائية إزاء تراجع مخزون السدود إلى 23.2%. وميزانية الدولة تسجل فائضا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الحالية بفضل تطور العائدات الجبائية. وفي النشرة تابعنا الموضوع. وفي العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يطلق عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، والمجلس الأوروبي يصف الوضع في قطاع غزة بالكارثية ويدعو إلى إقرار وقف لإطلاق النار فيها. مع تحيات نعيمة سولي نجاحي، في أمان الله.